عم نحكي اليوم عن دنيا وطرفة. السلام عليكم. طرفة بريئة والله بريئة ما إلي غير يا حبيبتي. كثير صحبة كانوا وكأنه رجعوا يشتغلوا يعني لفاي وطباخة. أنا الطباخة تبع العينة. لقاء جديد وين صاروا لليوم؟ شخصيات اليوم ما عم نحكي عن شخصية واحدة عم نحكي عن شخصيتين. إلهم ذاكرة كتير جميلة وذكريات كتير جميلة ومميزة بمخيلة السوريين. عم نحكي اليوم عن دنيا وطرفة يلي رافقناهم وشفنا حياتهم اليومية بالجزء الأول والجزء الثاني. اليوم رح نفترض هاي الشخصيات أيضا شخصيات واقعية على أرض الواقع. وين صاروا اليوم؟ شو عملوا؟ وشو أنجزوا بالحياة؟ بعضهم أصحاب ولا افترقوا؟ خلينا نشوف مخيلة السوريين كيف رح تشتغل؟ يلا سوا. لا بشوف ولا بسمع ولا بحكي هيك قالوا لي ولما شفت اسمع تحكيت عالساني كله تلاموني. لو هدول شخصيتين عايشين على أرض الواقع برأيك وين صاروا؟ شو عملوا بحياتهم؟ شو أنتجوا؟ شو اشتغلوا؟ سؤال حلو. يمكن سافروا لحتى يشتغلوا برات البلد. ممكن يكونوا سافروا. لا هني عايشين مثلي ومثلك. هم من خيال من خيالنا بس بتمنى انه رح يرجعوا شي يوم من الايام. ممكن تزوجت يمكن وعملت مشروع وصاروا اصحاب واحلاهم يعني من الاساس اصحاب وكملوا. الله يسعدك يا طرفة. الهي بجاه حرقه قلبي وقعت بمصيبه الى اول ما الى اخر وما تلاقي حدا يفكك منها غير انا. الله يخليكي. نفسنا عايشين هيك بعد الصحبه موجوده بعد. بالتاكيد لانه اذا واحد عمل هيك مسلسل حلو هو بالتاكيد بعد الصحبه بضلوا مع بعض وين ما كان. ما ممكن الظروف تكون خربت هاي الصداقة؟ لا. تجوزوا مثلا؟ حبيب النوح اسمك نفي حزنت وانا ما حزنت؟ ليش ما جبت البقرة؟ احنا عنيشار دائما هيك بتنوح النحظات النومنسية. اختراف منطقي. هذه الحالة عم تتنمر عليهم. هذه عم يتنمروا علي. شو السبب؟ ما يعني هي فكرة مضحكة انه الواحد يشوفها بالتلفزيون بس العالم عندنا ما بيتقبل كثير يعني بحس الناس اللي عندها طريقة طريفة بالحكي أو شيء مختلف. رأيك اليوم هاي العلاقات بتستمر رغم كل الظروف؟ وإذا كانت بإخلاص بتستمر. أتحمل بدنك إلهي وسيدي مولاي الله لا يوفقك. في أحياناً رفقات بيضلوا رفقات إذا كانت كل مرة كل يوم أنا بحكي بتصل بسأل هي الصداقة بس والله أنه كل كم سنة مرة لبسأل هاي ما ضلت اسمها صداقة هاي يعني خلص. دنيا وطرفة بعضهم أصدقاء لهلأ؟ أنا بظن إيه بعضهم. إيه بعضهم. حقنا بقنا أني نبي عدنا عشنا بلكي سافروا صراحة. ممكن يكونوا سافروا. أنا هي بالجزء الثاني سافرت ونطت من البلم ورجعت. حرام. شبكي انبحت يعني متنين أبوا عمص مغيم شبكي طني باني. بس أكتر شيء يعني يكونوا أصدقاء. بعدهم أصدقاء. عملوا مشروع بالضيعة وجد يحلبوا البقناتي وهدول. تمام. عملوا مشروع ممكن يكون صار في مشروع. بتوقع بعد ظروف هالأزمة الكل التفت لحياته الخاصة. مثلاً فتحوا مثلاً شركة. مثلاً شركة تنظيف شركة طبخ ممكن يكونوا تطوروا المجال اللي هن فيه. أكتر افتراض منطقي اليوم افترضنا حلو بهالوضع اللي نحن فيه يعني صارت كتير دارجة هاي الشغلات. ما حدا بيفوت غريب على غرفة السدني فين خير الدنيا. الله لا يوفقي روحتني بشربة مش آراء مختلفة كانت اليوم مفترضة السوريين بالشارع. أكيد بدنا نوجه تحية كتير كبيرة للفنانة أمل عرفة وأكيد الفنانة شكرا مرتجى وأكيد افتراضات كتيرة ممكن ترافق أي شخصية ممكن تكون موجودة بالدراما السورية. شخصية جديدة بالحلقة القادمة وافتراض جديد على أرض الواقع من شخصيات الدراما السورية. وين صاروا؟ بلاقيكم. سلام. يعتبروا مدفون كبير.